والله عند ما نشوفه معناتها مازالوا توا 20 يوم للانتخابات ونشوفوا المشهد السياسي والمشهد الإعلامي الموجود معناتها في تونس، نشوفوا معناتها بعض الصفحات معناتها اللي تسخرت لها برشا فلوس معناتها تهاجم في الدولة وتهاجم في رئيس الدولة وتهاجم في السياسيين بصفة عامة، ومنحازة لبعض الأحزاب وبعض الناس اللي خدمت الدولة 10 سنين على أساس معناتها باش يتوجه الرأي العام، إلا أنه الرأي العام معناتها في ظل 10 سنين عانى اللي معناش الكافر المسلم الكافر، ولهذا معناتها المشهد الإعلامي نحن ماذا بينا يرتقي إلى الأمام ويعديه المحبين لقيس سعيد أو المحبين الطرف الآخر أو معناتها الناس معناتها الموجودة. هذا معناتها الإعلام يلزم معناتها يشد يكون صادق ويكون عنده الكلمة الموجودة، ولهذا معناتها ديما نحن نقوله الإعلام في تونس معناتها شيء يضخ شيء يمشي بالأموال وشيء يمشي بالصدق وشيء آخر يمشي كما نقوله نحن بالكلمة، وهذا نحن ماذا بينا معناتها نتوجه معناتها الناس اللي على اليوتيوب والناس اللي عندهم تلفزيون والراديونات معناتها النقد باهي ننقد معناتها كما تشاء باهي النقد، لأنه النقد معناتها يقدم بالبلاد ويقدم بالمسؤول ويقدم بالدولة، ولكن زادة ما تسبش، خاطر إذا كان باش تسب تولي ما عادش نقد، تولي معناتها أنت فما قنوات أو حتى معناتها راديو معناتها ناس توصل معناتها تسب في الدولة وناس واحد أخرين معناتها يسبوا في قضاة وناس واحد أخرين فهمت ولا يوصلوا حتى يسبوا في الشعب اللي ما جاش. دور المواطن هنا بطبيعة الحال دور المواطن يلزم يكون واعي، يلزم يكون معناتها يشوف القدام ويشوف معناتها الأشياء الموجودة على موجودة على الواقع، خاطر الواقع نوع والإعلامي اللي باش يقول لك حاجة نوع آخر، الواقع هو معناتها الملموس اللي قاعدين نتعاملوا فيه يوميا ليلا ونهارا، هذا هي الواقع الصحيح، ولكن اللي إذا كان باش توجهني باش يجي إنسان معناتها ماخو أموال فهمتني ولا ويعمل صفحة يوجه في الناس وعنده صفحة كبيرة مثلا ويوجه في الناس، هذا معناتها إلا البسيط معناتها اللي ما عندوش قدرة معناتها باش يشوف الواقع يمكن يمشي لها. الصفحات هذه اللي تحكي عليها اللي قاعدة تشوه ربما الدولة كيفاش لازم تتعامل معاها معناها لأنه مش في معناها ليست في صالح الدولة في نهاية الأمر. والله هي هذه الصفحات هذه لازم تستعمل معها القانون. هي ماهيش في صالح الدولة وماهيش صالح المواطن وماهيش في صالح حتى حد. علاش؟ لأنه أنت كي باش توجهني بالغلط مش تقول يمشي انتخب فلان او ما تنتخبش فلان او يقعدوا يسبوا في الناس او يطلع خاصه الاشاعات الموجوده معناتها ليلا ونهارا يقولوا فيها اللي هي مش موجوده شمله، ولهذا معناتها نحن ماذا بينا معناتها الانسان يكون معناتها عنده مخ ويوزن ويغربل في المعلومه اللي باش تجيه باش معناتها بعد ياخوها او ما ياخوهاش. أكثر من الناس معناتها أحيانا معناتها تجيك 70% نتاع المعلومات تلقاها ما فيهاش معناتها حتى صدق ما فيها حتى شيء. البارح وقفة احتجاجية لمن هم ضد رئيس الجمهورية، ما تشوفش كلهم شباب تقريبا، ما تشوفش وراهم أطراف أخرى ربما تدفعهم حتى يقوموا بالعمل هذا أنهم يحتجوا في الوقت هذا قبل الحملة الانتخابية؟ هذوما انا شاهدت التظاهره هذه والله نشوف فيهم اول مره نشوف معناتها شباب معناتها موجود اللي سابق شعره واللي بالبلوطه واللي فهمتني ولا جاي معناتها جاي ناوي على مشكله او مع كل ما الصور والفيديوهات معناتها يقولوا الحقيقه، معناتها عندما تشاهد الناس هذوما اول مره ريناهم نحن في الموجودين، بالرغم اللي بعض السياسيين معناتها هبطوا الا انه معناتها ما جابوش حتى 300 ولا 400 واحد، ولهذا لانهم وفيوا من المشهد السياسي والتونسي رفضهم والدوله رفضتهم والقانون رفضهم، ولهذا معناتها نقولوا نحن عندك الحق باش تظاهر وتزيد الظاهر والديمقراطيه موجوده، وفي نهايه الامر معناتها التونسي فايق وعارف معناتها الشيء اللي يتعدى عليه مش شويه، ولهذا معناتها ينظر
للشيء بالواقع. وهذايا نحن ديما نقولوا ديما يشوف واحد بمخه ما يشوفش بمخ العباد. ولهذا ان شاء الله الانتخابات هذه تكون معناتها قريبه، والانتخابات هذه ماهيش عركه، انما هي موعد وكهو.